هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد وصيانتها وإصلاح الطرق؟ لا، الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لهذه الأصناف الثمانية. أما المساجد وغيرها من المشاريع الخيرية تمول من التبرعات لا من الزكاة. نعم.